لكل صحابي الحلوين هحكي لكم حكاية اللي تعبنا وشاغل بالنا اليوتيوب. هحكي لكم حكاية ثلاث أصحاب غيروا كتير في حياتنا وغيروا العالم لمجرد فكرة جت في دماغهم وفكروا بعقلهم إزاي ينفذوها. كان يا مكان يا سعد يا إكرام، ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. كان في ثلاث أولاد أصحاب كانوا بيحبوا بعض قوي، كانوا عايشين في أمريكا في ولاية اسمها كاليفورنيا. كانوا دايما بيذاكروا مع بعض وبيلعبوا مع بعض وبيخرجوا يتفسحوا مع بعض. كان في واحد اسمه تشاد هيرلي، والتاني ستيف تشيني، والتالت جاود كريم. وخلوا بالكم من جاود كريم ده. وكانوا على طول بيتفقوا انهم يفضلوا اصحاب وعمرهم ما يسيبوا بعض ابدا. وفعلا مرت السنين وكبر تشاد هيرلي وستيف تشين وجاود كريم واشتغلوا مع بعض في شركه واحده. وفي يوم من الايام كان في ماتش مهم في بلدهم، وقالوا لازم نروح الاستاد ويشوفوا الماتش هناك. وفعلا راحوا واتفرجوا وكانوا مبسوطين جدا، والفريق بتاعهم كسب وعملوا حفله كبيره في الاستاد وجابوا مطربه مشهوره تغني للفريق بتاعهم، والولاد كانوا مبسوطين جدا. وبعد ما روحوا قعدوا يضحكوا على كل المشاهد اللي شافوها في الحفله، وقالوا خساره ان احنا ما صورناش فيديو للقطات دي. وفي نفس السنه حصل تسونامي في المحيط الهادي. التسونامي ده يا ولاد بيحصل لما بيجي زلزال قوي بيحرك البحر وبيعلي الموج قوي لغايه ما بيطلع على الشوارع وبيغرق كل حاجه. وتسونامي ده حصل في المحيط. المحيط ده اكبر بكتير من البحر. تخيلوا بقى كمية المية اللي دمرت كل حاجة ومات ناس كتير في تسونامي ده. والولاد قعدوا يدوروا في النت على أي فيديو يبين إزاي الكارثة دي حصلت، لكن للأسف ما لقوش، واستغربوا قوي إزاي حدث كبير كده مفيش تصوير ليه. ومن هنا بدأوا يفكروا إزاي يعملوا موقع متخصص عشان الناس تعرض فيه كل الفيديوهات لكل الأحداث اللي بتحصل في العالم، وابتدت فكرة اليوتيوب. وفي يوم خرج جاود كريم، فاكرينه اللي قلتلكوا عليه خلوا بالكم منه، راح يتفسح في حديقة الحيوانات وصور فيديو مع الحيوانات، وكان مدته قصير جدا. وأول ما روح حمل الفيديو على النت وكتب عنوان أنا في حديقة الحيوانات، وكان ده أول فيديو ينزل على اليوتيوب، وكان في 23/4 سنة 2005. فترة صغيرة قوي انتشر الفيديو بشكل كبير جدا، وزادت عدد المشاهدات والمشتركين في اليوتيوب. وفي خلال سنة كبر اليوتيوب وحقق مشاهدات بالملايين، وبدل ما كان في فيديو واحد وصل عدد الفيديوهات لستين ألف فيديو. وبعد النجاح الكبير اللي حققه جاود كريم وتشاد هيرلي وستيف تشين، جت شركة جوجل واشترت منهم اليوتيوب بعد سنة واحدة من إنشائه، وبقى عندهم فلوس كتير جدا رغم سنهم الصغير علشان فكروا بعقلهم كويس. شفتوا ازاي ان الواحد لازم يفكر كويس؟ ربنا ادالنا عقل علشان نفكر بيه. وبعد ما جوجل اشترك اليوتيوب بقى اليوتيوب ليه شهرة كبيرة جدا بعد جوجل والفيسبوك. وعشان الاطفال الحلوين اللي بيشوفوا اليوتيوب، عملت جوجل شوية تعديلات علشان تشوفوا كل حاجة حلوة، وعملت لكم يوتيوب كيدز للأطفال. وتوتة توتة وخلصت الحدوتة، واستنوا معايا حدوتة جديدة من حدوتة جين. عشان توصل لكم كل الحواديت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك.